أهلا معكم من جديد. إنها ليست الجمعة الحزينة بل إنها الجمعة العظيمة، عظيمة بكل تفصيل فيها، بكل ما يصلنا من رسائل وبعض ما أخفي علينا في الدين في الإيمان، أسئلة وتساؤلات كثيرة يعجز العلم عن إيجاد الإجابة عليها ونعجز نحن عن فهمها. لذلك وجدوا أولئك الذين إن تحدثوا تجلوا وإن نطقوا بالكلمة أصابت هدفها. هم قلة من أولئك الذين يتشحون بالأسود، يحملون أسرار الكنيسة، يلقون الخطب، يسمعون الاعترافات، يعمدون بالماء ويربطون بسم الله ما لا يفرقه إنسان، وبعد إنهم القريبون ومنهم البعيدون، وهو الأقرب إلى قلبنا وروحنا. لماذا؟ لأن الله العاطي، والله يبدو أنه أعطاه الكثير. وفي الإسلام يقولون من يحبه الله يحبب فيه خلقه في الأرض والسماء، ونحن نحبه ونحب أن نسمعه يتكلم ببساطة وإيمان ومحبة ويشهد ليسوع المسيح. الأب مروان خوري، أهلا فيك. أهلا فيك ريما. مين قال اللي بحبه الله بحبب خلقه فيه؟ يعني بعرف أنه بالإسلام، بس الإمام علي، إيه بتصور الإمام علي عنده خواطر؟ الإمام علي كتير مش معقول، رائع قدي في هالعمق بالنظرة للحياة وكيف بيشرح المحبة وأعمال الرحمة. رائع. أنا بتذكر بس درسنا الأدب بالمدرسة، خواطر بعدها راسخة براسي بيقول فيها عينك إن أبدت لك معايبا فصنها وقل يا ناس للناس أعينه، يا عين للناس أعينه، وفمك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. إنه تأملي شو في عمق هالجملة. صحيح صحيح. بير مروان أهلا وسهلا فيك. بك تقلي الله مشروع مع هالطقس. سوري يعني من حي إخوتنا الروم، وبقول أنا دايما إنه فعلا التوقيت الفصحي الشرقي هو التوقيت الصحيح بتقول هيك؟ طبعا، لأنه يسوع مات على فصح اليهود، والتوقيت الشرقي هو الفصح اللي يعتمد على الفصح اليهودي. برضو يعني هذه بيبقى شكل، أنا بالنسبة لي ما بيأثر وبيزيد أو بيأخر بإيماني. بس إذا بدنا نحكي من الناحية التاريخية على الأكيد هيدا الزمن صلح يعني يسوع، يعني العهد القديم بيحكي عن 14 نيسان يعملوا الفصح، لكن السنة مسيئة 14 نيسان. امبارح بالإنجيل واليوم يعني وكان الفصح، في ناس ما بيعرفوا يعني شو كان الفصح قبل يسوع المسيح، يعني ما هو الفصح اليهودي؟ لأنه الصورة كتير حلوة بالعهد القديم، كتير رمزية، هي صورة تاريخية. بس التاريخ لما بفوت فيه الله بصير تاريخ خلاصي، مشان هيك بنسميه تاريخ الخلاص. تاريخ إذا ما تدخل فيه الله بيبقى تاريخ، مثل ما بندرس تاريخ بالمدرسة، تواريخ أحداث صارت. بس لما بيتدخل فيه الله هالأحداث بصير عندها بعد خلاصي وبصير عندها هدف ما ورائي. تاريخ الإنسان بلش وقت اللي الإنسان أخذ قرار بحريته أن يتغرب عن الله، وهذا القرار نتج عليه يعني أي ببداية الكون. هذا نحن بنسميه الخطية الأصلية. الإنسان تغرب عن الله. هاي يعني خبرية آدم وحواء على الأكيد بداية البشرية. بلشت الإنسان أعطي له ميزة اسمها حريتنا. هالحرية بدل ما نتعاون فيها مع الخالق تيربينا ويعلمها هالحرية شو لازم تنقي وكيف لازم تختار وكيف لازم تفكر. مثل ولد بالبيت عم يرفض انه اهله يربوه، تأملي ولد قاصر وعنده حرية ياخد قرارات ممكن يخرب الدنيا فيها، لانه قاصر ما عنده النضج بعد الكافي. هذا الانسان لما حريته بترفض الله،
نتج عنا هاي انه البشرية تروح على الغربة ونصير عايشين بأرض ما بنعرف مصدرنا منين وما بنعرف الوين رايحين ولا بنعرف يعني نحن عم ندفع تمن على الخطأ الأصلي يلي ارتكبوا الإنسان الأول وصار يتناسل بهالغربة وصارت البشرية تخلق بأرض غريبة. شو ذنبنا طيب نحن؟ ما ذنبنا بس الله خلق البشرية بتواصل ما كان بيقدر ما بأفراد ما كان بيقدر يخلق الإنسان أفضل على شكل أفضل؟ أفضل طريقة خلق فيها الله الإنسان بهالشكل ما في أفضل يعني ما بقدر صلح له الله وقول في شيء أفضل كان فيك تعمله على المستوى أنه كيف بيتعاطى مع الله يعني هو كأنه رفض ببداية هي جمال الحرية أنه بيترك لك حق إبداء الرأي وبيترك لك الشراكة فيك تكوني شريكة معه بس خطرة وين إذا أخذت الناحية السلبية رفضت الشراكة ورفضت الحوار مع الله فيها الحرية تروح عليك قرار الله هالقد بيعطي حرية هالقد بيحترم حريتنا وما بيتدخل فيها مشان هيك الناس بتموت كرماله مشان هيك إذا دقيت بحريته الإنسان بتحس دقيت بإنسانيته لغيتي له وجوده لأن أنا شو اللي بيميزني عن بقية المخلوقات شو بيميزني عن الحيوان الحيوان كمان عنده روح مثلي بس ما عنده غرائز بتمشي بينما أنا عندي قراري بقول هاي بدي هاي ما بدي يلي الحيوان ما بقدر يعملها وهيدي اللي بترفع مستوى البشرية للأسف عطانا إياها الرب يرفع مستوينا ويجعلنا بهالمستوى أبناء ما نكونش عبيد مكانات مسيرتنا غرائز استعملنا هالقرار أول قرار أخذناه إنه نقول له للرب ما لك تعاطي معنا وقع بمشكلة ربنا هون إذا لغي الحرية لغي الإنسان وإذا ترك الحرية فينا لك القرار اللي عم ناخده هذا نحن سلمنا هي خبرية آدم وحواء والحية مزبوطة مزبوط الحية هي. طبعا حقيقة يعني هلأ إن تخبرت برمزية لكن الجوهر طبعا بدنا نفهم معناته إنه الإنسان انخلق وحريته قررت أن ترفض الله بعدين الرب شرحها بمثل ابن الشاطر قال ولد الصغير الأصغر قال له لبيو أعطيني مالية وخذ ملكة وذهب إلى بلد بعيد ما بده يسمع شيء عن بيو هاي الخطيئة الأصلية يطلب الإنسان إنه يا رب شأنك وشأني ما إلك تعاطي معي أعطيني غراضي شو معنى تعطيني غراضي يعني هالطاقات يلي عنا إياها نحنا هاي عطية من الله طاقة الفكر طاقة الكلام طاقة الحب العاطفة طاقة الجسد طاقة الروح والنفس طاقة الإرادة هاي عطية من الله هاي عطانا إياهن الرب تحت تالي يعلمنا كيف نستعملهم قلنا له إذا بتريد ما تتعاطى فيهم ورحنا صرنا نستعمل حريتنا عقلنا هو قدرة إذا بتشوفي شو بتقدري تعملي فيه بدل ما لو كان خاضع العقل لله كان ربنا لهمه يخترع الخير ويخترع المنيح والأداسة بس ترك الإنسان الله صارت الشهوة مسيطرة على العقل وصار العقل يخترع السلاح ويخترع الحرب ويخترع الإجرام والإرهاب ما هو كلهم نتاجهم العقل لأن العقل بطل خاضع للهمات والمرأة رح أرجع لهم والمرأة هي اللي كانت السبب لا هلا لا عن جد لأنه هيك تروى يعني أنه هي اللي لينتهم شاركوا بالقرار يعني اليوم المرأة يمكن بلشت أغوتها الحوي لكن كمان الرجل انصاغ لأغواء المرأة يعني وكان فيه إلا لا مش انه صار الحق على المرأة والرجال لا الحق على الانسان الانسان مفروض يعرف حريتي لازم تستشير بالله قبل ما تنقي وتاخد قرار لانه الهنا اله كامل وحريتي ناقصة بحاجة للكامل يديرها ويعلمها شو تتصير هالحرية كاملة للأسف استفردت وراحت تاخد القرارات بمعزل عن الله حولت له الكون لجهنم صرنا نقتل بعضنا ونقبر بعضنا وكانوا قبل يقتلوا بعضهم كمان ما هيك بلش ما هي ببداية الكون لما نلغينا علاقتنا مع الله صار الإنسان دموي صار الإنسان وكان وحش. الله قاسي لا أبدا بمرحلة ما كان أبدا أبدا لا العكس لا كيف كان الإنسان يوصفه لأن الأد كان يعرف عنه على الأكيد بالعهد القديم نظرة الإنسان لله هي نظرة ناقصة كملت هالنظرة بمجيء يسوع
شفنا الله منه لا قاسي وفأطيب منه. بدك أكتر من الصليب؟ ما خلنا تفوق على الصليب، ما طلع منه كلمة كان قادر بكلمة يفنيهم. هاللي قال للعالم كون فكان، قادر يقله للعالم زيل فيزول. ما عمل ربنا ولا مرة اعتد بألوهيته علي أو تمرجل بجبروته. وقت كان يقلن يحكيهم يقلن قدموا لي ذبائح وقت يعني سفينة نوح وقت غيره، عظيم. شو كان ربهم؟ هيدي هالصور هاي بدنا نفهمها. قلت أنا لما دخل الله بتاريخنا هي أحداث صارت بالعهد القديم، بس بدنا نفهمها شو معناها بمجيء يسوع. هذا اللي بدي أشرحه عن الفصح. بتخبر القصة، نزل الشعب العبراني من أرض العبرانيين، أرض إسرائيل اللي هي اليوم الأرض فلسطين، نزلوا على مصر. صار فيه بوقتها القصة بتخبر كيف إخواته ليوسف كانوا يغاروا منه، أبناء يعقوب، وقد ما كان محبب من بيو، كان يحبه أكتر من مغنج من بيو، عملوا مكيدة لإله يقتلوه. بيتدخل خيهم رأوبين وبيطلب منهم أرجوكم ما تلوتوا إيديكم، لأن كان يحبوا كتير رأوبين لخي يوسف، ما تلوتوا إيديكم بخي يوسف، تعوا انبيعوا لقافلة رايحة على مصر. وبالفعل بيعوا ولوتوا قميصه بدم تيس معزي ذبحوه، وراحوا لبيو قالوا له ابنك مات أكل وحش. بمصر الرب افتقد يوسف، وهي كلها قصة تاريخية. هلأ بنفهم شو معنات الفصح بالعهد الجديد صار مع يسوع. افتقدوا ليوسف، باعوا باعتوا القافلة لقصر فرعون. بقصر فرعون جربت امرأة فرعون انها تتودد لإله طيختي معه، رفض. توشي فيه انه جرب يتحركش فيها، بيحبسوا فرعون. وبالحبس فعلا فرعون بيتعرض لحلم كتير قلقه، عمله اضطراب، وجاب كل أئمة مصر بوقتها تيشرحوا له الحلم، ما كان حدا يقدر. قال له أحد وزرائه في شخص بالحبس أنت حبسه، هو بيقدر يشرح لك الحلم. لأن كان بالحبس هو يشرح الأحلام للمحبيس. جابه فعلا شرح له الحلم، وكان من وراء شرحه يخلص مصر من مجاعة كبيرة. قال له بوقتها لما شفت سبع بقرات نصحين، بعدين رجع شاف سبع بقرات ضعاف، قال له مصر بدها تقطع بسبع سنين بحبوحة، وده يرجع تتعرض لسبع سنين مجاعة وجفاف. وفعلا قدام الحلم بياخد الحيطة والحذر فرعون، وبيحضر بأيام البحبوحة لسنين المجاعة اللي بدها تجي، وبينقذ مصر من مجاعة انه كانت ممكن تتعرض لها. وبوقتها تيكافي يوسف بنصبه ملك على مصر. الشعوب الأرض كلها بوقتها نزلت على مصر تتاكل بسنين المجاعة، لأن مصر كانت الوحيدة اللي اخده حذرها من هالموضوع. نزلوا إخوات يوسف، مش عارفين يوسف هو صار ملك مصر. وفعلا يوسف بيعرفهم، بيزروا بخيه الصغير تحت وبيقول لهم طلعوا جيبوا بيكن وطعوا. قالوا له دخيلك معنا غيره، بينا بيموت إذا عرف إنه خينا الصغير كمان، لأن خينا الكبير اللي كان تومه مات. قال لهم ما بعطيكم إياه لما تطلعوا جيبوا بيكن. اضطروا يطلعوا جيبوا البيكن. بهالوقت خبروا لرأوبيم إنه أنا خيك يوسف والرب افتقدني. بك كتير رأوبيم قد ما كان يحبه إنه خي بعده طيب. فعلا بس نزل يعقوب لتحت على مصر، خبروا يوسف أنا ابنكم، أنا خيكم وأنا ابنك وما مت، والله افتقدني. وتوطن الشعب العبراني بمصر. وبعدين صاروا يتناسلوا بمصر. بفترة من الفترات الشعب المصري صار يحس بالعبرانيين خطر عليهم، وصار يحس انه لازم نحط حد لهالشعب الغريب يلي عم يتوطن وممكن يصير محلنا. بيطلعوا بأول قرار انه يشغلوا الشعب العبراني بالسخرة، يعني بيشتغل بأكل وشربه، ممنوع يقبض. بعدين القرار الجائر يلي بيطلعوا فرعون، قتل البكر عند العبرانيين، كل ولد بيخلق لازم يقتلوه يعلنوا عنه، بدو يقطعوا نسلهم. في مرة اسمها صفورة بتولد ولد كتير حلو، وبتخاف تعلن عنه هي عبرانيين. تعرف بنته لفرعون بتنزل على النيل تتستحم، بتحطه بيسلي، وقلت لك بركة بيشفق قلب عليه، بتطلعوا. وهيك صار بالفعل، بتشوف بنت فرعون هالطفل عم بيصرخ بيسلي بالنهر، بتاخده
وبتسميه موشى الذي انتشل من المياه، وبتعطيه العصمة، بتعرف انه ابن عبراني، وبتمنع حدا يهدر دمه وبتعيشه بالقصر. بس كبر موسى وعرف قصته، كان عنده نفس أبيه، قال لك أنا برفض العيشة برخاء القصر، بدي أرجع لشعبي. وفعلا برجعته لشعبه، مرة بيشوف أحد العبرانيين عم يتعرض للخبيط من مصري، وكان عنده نفس أبيه، بيتدخل تيدافع عن العبراني، بضرب غلط بيقتله للمصري. بيوصل الخبر لفرعون، فرعون بيهدر له دمه، اللي بيعرف موسى وين يقتله. بيهرب موسى على لعند كاهن بمدينة اسمها مديان بصحراء سيناء، وبيطلب اللجوء لعنده، قال له أرجوك فرعون بده يقتلني، بطلب منك تقوينا عندك بأكلي وشربي، ما بدي شي. بيعطيه قطيع من الغنم، قال له بترعى وبتاكل من حليبه ومن لحمه. يوم من الأيام عم بجبل حريب على تل من تلال سيناء بقلب الصحراء، بيشوفه عم يرعى الغنمات، منظر غريب. موسى بيشوف علاقة ضربة النار بس ما عم تحترق. منطق مشهد ما بيقبله العقل. العقل بيفهم مركب انه النار تضرب شيء بترمده، ليه هالمنظر ما عم يحترق. قرب بده يشوف. هيك عرفنا هذا هو الله. هاي العلاقة بترمز لالله. الله هو نار بس ما بتحرق، وبذات الوقت ما بيقدر العقل يعرف كيف مركب شخص الله. قرب بده يكشف هاللغز، بيسمع صوت من العلاقة بيقول له موسى لا تقترب، الأرض التي أنت فيها هي أرض مقدسة. هذه القصة الإنسان بس بده يقرب لالله، فيش يروح عليه كأنه لغز راح فكه. ويا ما في ناس أوقات إنه بصير يسألوا عن الله كأنه شي بروبلم ماتيماتيك وبدي حله، يعني أو ما في العقل يحل شخص الله ألوهيته أو طبيعته. مشان هيك إذا بدك تقربي على الله، أنت تقتربي إلى أرض مقدسة. ما فيكش تروح عليها كأنك رايحة على شي مادة علمية بالجامعة هيك تفكي عنها وتدرسيها وتستوعبيها. قالوا توقف وقف، في طريقة تتقربي فيها الله. ليه؟ قال له ايش كيف تقترب؟ قال له اخلعنا عليك من رجليك واقترب. فاذا بدك تروحي صوب ربنا، بدك تخلعي المنطق البشري اللي عندك، وبدك تروحي بمنطق الايمان. لازم على الكنيسة نفوت هيك بمنطق الانسان اللي فاتح قلبي لله. يا رب ما بقدر انا بعقلي افهمك، لكن انت تقدر تفوت على قلبي وانا بحريتي فتحت لك، تعا وتقدر تفهمني او تدوقني شيء منك. مشان هيك بيقولوا الله هو بحر، بس بخليك تقرب. ما فيك تشربيه للبحر، بس فيك تنزلي تدوقي منه وتعرفي البحر، بس ما فيك تستوعبيه. الله بحر، فينا ندوق عنه بس ما فينا نستوعبه بعقلنا او بمنطقنا. بقول له هالصوت بس قرب، بقول له قد نظرت الى مذلة شعبي ووصل صراخهم الى اذني، وقد اخترتك انك تقوم بعملية تحرير الشعب وتقود الشعب وتردهم الى ارض التي اعيدهم بها. سموها ارض الميعاد، صحيح، التي وعد بها الله. بيطلع موسى بهالصوت وبيقول له انه انا اول شيء لغته. موسى بيقولوا عنه بالكتاب المقدس كان يتأتئ، ما كان يحكي بطلاقة. قال له عندي خيي هارون بيحكي احسن مني وفصاحته. قال له ربنا، قال له اني ارى دكاترة الأرض وعلماء الأرض وأنبياء، قد اخترتك أنت. قال له بعدين، قال له فرعون بده راسي. بعتني على فرعون، بعت مين لعند مين؟ فرعون صاحب جيش، وأنا زلمي عندي غنمتين عم برعاهن وعصاي، وأنا بدي أنزل على فرعون؟ طيب مين بقله؟ مين اللي بعتني؟ قال له أول مرة هون الله بيسمي حيله، قال له بتقله أنا هو الذي هو. شو يعني هالكلمة؟ هاي أول مرة الله بيسمي عن نفسه. أنا هو الذي هو، يعني الهو هن الآتر اللي الموجودات. هذا الكتاب هو، الطاولة هو، الأوضة هو، هاي الموجودات أنا الهو طبعا. أنا الوجود. لخصوها بعدين بالعبراني أنا يهوى. أنا الوجود. بعدين بالعهد الجديد فسرنا أنا الخلاص، يهشوع
أنا المخلص. قال له بتقول له لموسى يهوى بعتني، وهي العصاية اللي عم ترعى فيها الغنات تنزل بتضربها قدام فرعون تتحول لحية، هاي علامة وجودي معك، وبس طلقت الحية بدنبها بتستقيم ترجع عصا. مشان هيك المطران بيحمل هي العصا علامة الرعاية الذي يقود الشعب ليعود بهم إلى أرض الميعاد. هون إذا بتروحي هيدا هاي عملية الفصح، الله دعي موسى أن يخرج من الشعب من عبودية المصاروي فرعون ويظهر فيهم عبر صحراء سيناء تيطلع فيهم إلى الأرض يلي بحسوا فيهم حيل أحرار. مع يسوع كيف صارت القصة؟ ليك الأشخاص، هذا هو كان الفصح، هذا الفصح. بس هلأ بنوصل على الديتاي تبعه. فرعون يرمز لإبليس يلي حط إيده على الإنسان واستعبده من بعد ما لعب بحريته. هاي الحية اللي كنت عم تحكيني عنها، هالحية اللي أغوت الإنسان ولعبت حريتي إنها تاخد قرار. شو بدك بالله؟ روحي عيشي ولا الله، بتحسي حالك صرتي الله. هذه قالت لهم الحية لحوا إن تأكلان من هذه الثمرة تصيران آلهة. يعني الشيطان دع الإنسان أن يوصل للألوهة بالاستقلال عن الله. يوم مثل الله قال له توصل للألوهة بس بالطاعة لإلي. هاي اللعبة اللي صارت. قام الإنسان انصاغ لكلام إبليس وجرب يوصل للألوهة وللخلود بالاستقلال عن الله، وصل للعبودية وصار تحت سيطرة إبليس وصار يصرخ، ما بقى صار عنده حزن وألم وكآبة وأمراض وإرهاب وإجرام، صار عايش ببيئة مين بيخلصني. سمع الله الصراخ، نزل الله. موسى كان يرمز إلى تجسد الرب ودعيني، زال علي إبليس اللي حاطت إيده عليك وقل له هلأ أنا ما في علي لإبليس، لأن طبيعته ملائكية وأنا طبيعتي بشرية، رايح حارب مين؟ رايح حارب طبيعة أقوى من طبيعتي. مشان هيك لما الرب بيخلق فيك عملية الفصح أن تعبري من إنسان الخطية لإنسان النعمة، هذا العبور اللي بده إياه الرب. كان بالأول بالعهد القديم عبور تاريخي، بعدين فهمنا مع يسوع هو عبور بالداخل من إنسان يستعبد إبليس لإنسان بيرجع تحت الطاعة لله متحرر. بس هاي بدها الحرية يلي قالت لله لا بالأول، ترجع تقول لله نعم. ساعتها الرب بيبعتني بسلطانه، نزال عليه لفرعون يلي هو إبليس وقال له يهشوع. من هون بيقول يسوع الإنجيل باسمي تخرجون الشياطين. هلا سنا نفهم شو معنيت هالاسم العطاني الرب أن أكون مسيحي، أن أحمل اسم الرب. بعدين بنفهم بالقصة بالعهد القديم نزل فرعون موسى عند فرعون قال له بعتني يهوى وبيقول لك أن تطلق الشعب، وبيضرب العصاية بالأرض، بيجيب فرعون السحرة اللي عنده بيضربوا عصيهم بالأرض بصير حياة. مشان هيك أوقات الشيطان بيقدر يعمل عجائب، بس عجائبه مزيفة. بيقول النص طلعت حية موسى قتلت حياة فرعون ورجع لقطة بدنبا، رجعت عصاية بإيده وفعلا أسى قلبه فرعون. تبه الشرير بس تنزل عليه تقليله بأمرك ممنوع تقرب علي بقى والخطية، لأن يسوع جايك باسمه وبده يكسرك. بتلاقي الشرير عنا في الشر والتجربة عليكي. ونحن هون منصير نقول يا عمي بس بلاش تصلي قوية التجارب. لا، هون ما بدي شقرة غلط، بدي أعرف إنه الشرير مثل فرعون أسى قلبه وأبى أن يطلق الشعب، إنه منو هيدا يهشوع اللي بعت لي. هون براهن الشرير على إنه يزعزع إيمانك ويرجع يقنع حريتك، رجعي لي شو بدك بيهوى الطريق معه، لك بدي فوتك على صحراء وبده. هون قوة الإنسان أن يثبت. نزل فيه ربنا أول ضربة، تاني ضربة، ضربات مصر العشر. بعاشر ضربة استسلم فرعون. شو هي عاشر ضربة؟ قال له لموسى، وهي اليوم قريناها بصلاة الصبح، قال له بتبرم على الشعب العبراني. بس ليك شوف الفصح بالعهد الجديد كيف صار، شو حلو. قال له بتبرم على الشعب العبراني، بتطلب منهم كل عائلة
بدقي خروف صحيح لا عيب فيه. ما يكون مكسورة إجره أو في عنده شي عيوب مرضية. بيذبحوه، بيشووه، ما بيتركوا منه شي ني، وبيأكلوه كله وما بيتركوا منه شي لتين نهار. ايه. إذا بقي شي لتين نهار بيحرقوه. ايه سمعت امبارح بالليل بصلاة المساء. ايه شو يعني ليه؟ وبياخدوا دمه وبيدهنوا فيه الاعتاب، اعتاب البيت. بهالليلة يا موسى، هي كانت عشر ضربة، بده يقطع ملاك الموت. كل بيت منه مدهون بعتبة العتبة طبيعته بالدم، دم هالحمل، سيدخل هالملاك الى هالبيت ويقتل البكر فيه. وبليلتها بيقولوا كان في منيحة بكل مصر، مات كل بكر منه مدهون بيته بدم الحمل. وبليلتها بيقول له فرعون لموسى: اذهب عني انت ولعنة الهك، خود الشعب وفل، ما بقدر له. واخذ موسى الشعب وظهر. شو هي هاي بالعهد الجديد؟ ايه. اذا بتروح على العهد الجديد طلع يا هالخروف لا عيب فيه، يسوع لم يخطئ خطيئة. هو الحمل الحقيقي، كان الحمل بالعهد القديم يرمز بدمه، كانوا شو يعملوا؟ يفوتوا على الهيكل يذبحوا الحمل وياخذوا دمه ويرشوه عليهم، وهيك كانت تغفر الخطايا. تأجى الحمل الحقيقي يلي هو يسوع، فات واندبح. صرت بس تاكلي جسده وتشربي دمه، إبليس بس يشوفها للقربانة جوا، بيشوف العتبة تبع بيتك شو هي، إرادتك، هذا المكان اللي منه بفوت على حياتنا تيوقعنا بالخطية، الإرادة. هاي العتبة بس تتناولي بيدهانها الرب بدمه، بيعرف إبليس لهونيك ما فيه يفوت. مشان هيك بيقول يسوع: من يأكل جسدي ويشرب دمي فله الحياة، لا يدخل إلى الموت. الشرير ما بقى في قادر يفوت ينهي بالموت يلي هي جهنم. صرنا نقدر نرجع أرض الميعاد يلي هي السماء. بالعهد القديم هي كانت أرض العبرانية، وللأسف اليهود لأن قتلوا يسوع بعضهم لهلأ مفكرين هاي الأرض اللي وعدوا فيها الله، مع أنه منا أرض تاريخية. الأرض الحقيقية اللي بده يردنا عليها الله هي السماء. هذا الفصح الحقيقي، أن نذهب من غربة الحياة اللي فتنا عليها بحريتنا ونعود إلى موطننا الأصلي اللي هو ملكوت الله. بس هذا الملكوت بده جسد ودم الله اللي بيعطيني القدرة اتحرر من إبليس وارجع. هل يكفي؟ يعني مثلا قلت لما كأنه هيدا الدمغ بالدم لما منتناول لما بيدخل جسد المسيح ودمه لقلنا، هل يكفي لحتى نقدر نكون أقوياء على الشيطان؟ لكي اطلعي بعشرات مصر، بضربات مصر العشرة، كلهم ما ركعوا ازيوا لفرعون، ما ركعوا واستسلم، ما انشلت قدرته الا بعشر ضربة. معناتها كل الصلوات والتسعويات اللي منعملها وكل الايماتات والتضحيات اللي منعملها منيحة، لكن تضربوا لابليس، بتأذي لابليس، بتحجمه بمطرح، لكن ما بتشلوا الا القديس. مشان هيك إذا منعملهم هاو كلهم وما من قديس، انتبهي منحتمي من إبليس، بس في خطر يرجع ياخد قوة علينا ويسترد سلطانه ويستعبدنا من جديد. ما في شي بيشله إلا وقت اللي بتتناول جسد الرب. مشان هيك أقوى ما عطاني الله على الأرض وأكبر هدية منحها للإنسان ذبيحة القديس يلي فيها الإنسان. كم مرة لازم بالأسبوع؟ مرة بيكفي؟ أقله. في ناس كل يوم بجنن اللي قادر لك اليوم، هيدي أكبر نعمة. بس أقله مرة نتغذى بهالحمل وندهن أعتاب إرادتنا وحريتنا بدم يسوع، حتى لنعلن لإبليس هذا المكان ممنوع تفوت عليه، يسوع ناطرك إذا فت. نعم. وبتعرف سلطانه. بير مروان قلت لي يعني بعتذر تأخرت على الفاصل، بس ما قدرة كنت وقفك لأنه كنت عم بسمع يعني بشغف في فيلم لموسى. يعني هلأ لما قلت لي عن البوكس اللي فيه البيبي وهيك تخيلته كده، حضرت الفيلم. بس هلأ صرتي عم تقري معنيه بالعهد الجديد. هلأ عم بفهم معني. رح أرجع بعد الفاصل لأقول إنه لأسألك، دايما الدم هو أساس إن كان بالعهد القديم أو بالعهد الجديد، حتى لما ولد يسوع المسيح كان في دم أطفال بيت لحم.
ولليوم ما زال. وقلت لي كمان الله قال له لموسى سمعت صراخهم. نعم اليوم كمان في صراخ. هلا بنحكي عنه. يلا مروان بعده معنا مباشرة عبر هو صوت الغد بلبنان بأستراليا وبكل أنحاء العالم. بير مروان يعني طلبت من الناس كمان يشاركونا بهيدا الحوار، رح قلك بعد تعليقاتهم. حكى كبير مروان بيشفي الروح. صباح الخير ريما، هيدا ما بعرف الإجابة عليها، بركي أنت بتجاوب. وهل فكرتي تكوني مسلمة؟ حاولي تتعرفي على الإسلام، أنت ذكية، لو عرفتي الإسلام سوف تكونين مسلمة. وفي كتير كلام غلط عم ينحكى. هيدا رأي، على الأكيد اللي عم نحكي نحنا عنا اختبارنا وعنا إيماننا وتاريخنا ومبني على هاودي يعني. وبرضو مع كل هذا اللي قلني منا متعصبين يعني المسلم خينا وحبيبنا وإله دور بحياتنا، بس كمان يكون إلنا دور نحن عنده. يعني مطلوب منا نحترم بعض، نحترم بعضنا ونعرف إنه الاختلاف الموجودين في بالمعتقد منه مدعيت نتخانق مع بعضنا ونهدر دم. هو اختبار شخصي يعني، يعني الله لا يمكن أنه نلمسه ولا نشوفه، هو نحسه. الله محبي. إذا فعلا أنا مؤمن إن كنت مسلم أو مسيحي لازم حب، ولما بحب ما بعود ميز هذا مسيحي وهي مسلم، أصير هذا إنسان عايزني ولازم يكون حده. بتقول مادري تريزا لأن اشتغلت ببيئة منا مسيحية بالهند. هذا أبونا يعقوب الكبوشي كمان أثنى عليها الكلام، بيقول كن كالنبوع كالنبع الذي لا يسأل العطشان من أي بلد أنت. حلو. لك شو حلو انه اليوم ما بيسألك اذا عطشان اهلا وسهلا تعا تقرويك. هذا الله يعني، مش ضروري يكون مسلم تيحبني الله، واذا ما كنت مسلم الله بده ياني حب الناس وساعتها بحبني شو ما كان ديني معتقدي. نعم. وفي هوني كمان رسائل يعني وين ما كان وتعليقات. هل بتعرف شو اسمها هيدا الست؟ ما بعرف لحظة. اوكي. في سؤال انه ربنا فدينا بالصليب. نعم. ومات عنا. نعم. ليه قديسينا بدهم يعذبوا حالهم اذا الله محبة وحب، وهيدا الشيء ما كان مطلوب بالانجيل؟ نعم. لا بلا مطلوب الانجيل. كيف يعني وين؟ لما نقول ربنا من يتبعني يحمل صليبه كل يوم ويتبعني. يعني الله ما عمل لي اغراء تتبعه. لبل حطني قدام واقع الرسالة اللي ناطرتني فيها صليب، وبيقول ممكن توصل على وقت أهل بيتك يضطهدوك ويقرروا قتلك، وصارت قديسة بربارة قتل بيا لأن آمنت بيسوع. برضو ليه مطلوب من القديسين يتألموا؟ لأنه بدنا نعرف، ما بدنا نعيش كتير معلين إجرينا على الأرض. الواقع والمجتمع البشري والكون كله نحن بورطة، منه مجتمع سليم مليان شرور وخطايا. هاو بدهم تصليح. التصليح ما بصير بالشعر والله بحبني. كان في اللي الله بحب، الله كان قادر يقول لي انا بحبك وقعد بالسما، كانت المحبه كذبه ومنفقه. الله قال بحبني واجا ساعدني اطلع من الورطه وحمل العبء معي. القديسين هن اشخاص قالوا له للرب لانه منحبك حملنا معك عبء، نخلص الناس معك، هالناس يلي واقعين بورطة الخطية. هيدا سر الألم يلي قبله. نحنا دغري منطلع بالألم وصير عايشين الرعب. بس شوف قبل الألم سر حب هالناس هالنفوس لالله يلي ما عاد فارقة معهم الألم. همي كيف انت لما بتحبي ولادك حب بشغف ما إله مثيل، ساعة اللي بتشوفي ابنك بعد شر بورطة ولك ما بتعود لو بدها حياتك تقدميها بتقدميها بس ابني خلص. ما بقى يخوفك الألم، بتصهري وبتصرفي الغالي وبتبيعي بيتك بس ابني يخلص من الورطة اللي فيه. هيدا هون شو خليك تكوني هيك قوية؟ الحب. الناس اللي عم بيخافوا من هالألم اللي بيشوفوها بحد الديسين لأنه بعد ما وصلوا على حب وغرام لله،
لما بحب الله ساعتها بحب مشروعه وما بعوش خايف هالمشروع شو كلفته، وبعرف هذا المشروع نهايته مجد. مشان هيك هذا الرجل منعيشه كمسيح. هاي الأسئلة نقلا بفتكر عن منال موريس، تعرفها؟ مين هاي؟ بنصلي لها، ما بعرف، فاتحة إذاعة بتبث من كاليفورنيا ونازل قواص فينا، وأنا أكلت حصة كمان عندها بكذا حلقة. يعني تقول إنه البابا إبليس، بس إنه ما بدنا نوقف عليهم. هدي أشخاص حرام، شو بدهم؟ يا عندهم حرتقة مبرمجة تيضربوا الإيمان عند الناس خاصة الضعيفة، أو إنسان مضللين عندهم تعصب. يعني يعني شفت، أنا سمعت كم حلقة، شفت في أساوي كتير قوية بحديثة، بطلب من ربنا هيك يطري له. أنا ما قدرت سمعتها صدق، يعني مستفزة ومزعجة. ما هيدي مشان هيك عم قول معقول تكون مبرمجة هالحلقات تتضرب أو تشويش. ما نرد عليهم كتير. بمطرح تاني عن الصور، يعني ليش عند الأرثوذكس ما يعني الصور منا موجودة، الأيقونات لكن. مش مثل يعني هيدي تقاليد وليتورجيا بشرية. يعني اليوم الإنسان بيقولوا ابن بيئته. البيئة اللي ربي فيها الطائفة الأرثوذكسية، والبيئة اللي ربي فيها الطائفة اللاتينية، واللي ربيوا فيها الموارني، كل واحد من بيئته جسد كيف إيمانه وعلاقته مع الله. بس هاو بيبقوا تفاصيل، صنعنا تفاصيل ما بتدق بالجوهر. هلا نرسمت العذراء بإيكون أو جسدتها بتمثال، أو بالنهاية أنا بحب العذراء والتمثال منه إلا رمز أو صورة أو الإيكون. هودي إشياء نحن حطيناهن ونحن منتصرف فيهن، لكن ما بدقوا بجوهر علاقتنا مع الله. أنا قلبي إن كان في قدامي صورة أو ما في، قلبي معلق. بس هي بتذكر كأن بتساعد الإنسان لأنه طبيعته مادية. لأن طبيعته مادية عم بحب يشوف قدامه تيقدر يصلي ويقدر أكتر يندمج. نعم. بس في ناس تخطوها وراحوا لعلاقة الروح مع الله. نعم. بير مروان، ايه بدي ارجع كمان لوقت الولد السيد المسيح. نعم. كان في دم. نعم. ليه سمح بأنهم ينقتلوا كل هالأطفال؟ ليه سمح الرب؟ قبل ما نقول، خلينا لأنه جزئين السؤال، لا في دم وبعدين نشوف لا سمح الله للأطفال. أول شيء لا في دم، إلا نحن لما بعدنا عن الله العقل البشري بطل عقل ينتج الخير، صار ينتج الشر. نعم. وصار ينتج الإجرام. شو صار؟ هذا العقل هو طاقة فيها قدرة على الاختراع، بعد ما استعملنا منها نحن هالطاقة 2%. هذا الذكي. صحيح. تأملي شو هالقدرة العطية الله للعقل. كان الله بفترة من الفترات مسيطر مهيمن على هالعقل بفعل حريتنا، ولحظة اجت الحرية قلت له عن إذنك تفضل لبرا. طلعت النزوات اللي عندي، الشهوة الموجودة بالإنسان، أخذت محل الله وسيطرت على العقل. سيطرت شهوة المال، صبحت هاي الشهوة هي تفبرك للعقل كيف لازم يخطط يحصل على المال. لازم تحتل هاي الدولة، وتتحتلها لازم تخترع سلاح، ولازم تتحصل عبير هالبترول، لازم تسخر الجيوش وتعمل كذب ومنفقة ومصالح. صبح العقل خاضع لشهوة المال، وهي صارت تعلمه للعقل شو لازم يخترع في سبيل يحقق هالشهوة ويقدر يحصل على المال. سيطرت عليه كمان شهوة السلطة في سبيل اني احصل على السلطة، بدعس بفلان وبشهر بفلان وبكذب عن فلان وبضرب كرامة فلان حتى لي انا اقدر احصل. شفتي ليش صار في دم؟ لانه النزوات طبع الانسان صارت مسيطرة على العقل، وفي سبيل اني حققها صار قدام الانسان تقدر حقق شهوة المال، بقدر انا اقتل شعب مثل ما هو تقدر احصل على السروات طبع بلده. وهذا اللي عم بصير اليوم، مشان هيك صار في دم. هلأ هون ليه الله بيتدخل أو ما بيتدخل؟ هون بنرجع للمصيبة الكبيرة اللي بتعمل قلق عنا. الله ما بيقدر يتدخل. هون بنرجع منقول إذا الله فات على الحرية
ولغيها وقرر عنا بطل الإنسان إنسان. وإذا تركوا للإنسان هو يقرر لك شو عم يعمل وكيف عم بيقتل. بيقول بالإنجيل هيك بيضوي بمطرح: رجل غني وزع ماله على عبيده. هون بنرجع على المال يلي بيرمز للطاقات اللي الله عطاني إياها. وسافر إلى بلد بعيد ثم عاد بعد حين وبعت ورا العبيد شرفوا شو عملتوا بهالثروات اللي عطيتكم إياها. هيدا منطق الله. منطق الله حط فيك هالطاقات، انت استفردتي عنه ورحت استعملتيها بالقتل والضرب. يوم من الايام رايحة بدك تمثل قدامه، اول شغلة بده يفتح لك اياها هالطاقات اللي عطيتك اياهم، وين استعملتيهم؟ عطيتك اياهم انا تتبني مجتمع وتتساعدي العايز، استعملتيهم وين؟ بالشر. بدك تقدي حساب. يعني مشان هيك يعني هون ما في عدالة. في لا، طالما مشان هيك بدنا نقرأ الشخص المجرم يلي مستبد بإجرامه ومنشوف كأنه ربحين. ومنسأل إنه وين الله ما بيحط له حد؟ طالما المجرم بعده طيب وبعده مستمر بإجرامه، نعطي فرصة. هيدا شانس الله عم يعطيه علو يتوب. بس شانس عم بيقتل. مشان هيك نحن ما بدنا ننتبه، مش بالقد سيد نفسه. يعني اليوم لما اجوا كذا مرة يقتلوا يسوع كان يجتاز في وسطهم ولم يستطع أحد أن يمد يده عليه لأن ساعته لم تأتي. ولما اجوا لقطوه على جبل صهيون قال له مش لأنكم أبضيات عم تلقطوني، لأن ساعتي أتت وأبي سمح لكم. فإذا لما الشرير بيأذيني أنا البري، إذا قدر إذاني لأن الله أتت ساعتي. والله طلب انه هالوديعة يستردها، مش لانه المجرم قوي او لانه سيد نفسه. هاي حكمة يعني الله، انه لما بيكون طفل، لما بيكون ولد. حكمة الله لكل انسان مش احتفظ له يعني الله. لما بيجي الانسان على هالدنيا بيكون معروف قدي، يعني مقدر قدي. مقدر عند أكيد. الله. يعني احنا ليه بننتبه على حالنا؟ انتبه على حالك، لأنه الدفاع عن الحياة هذا حق الله عطاك، غريزة موجودة فينا. ايه يعني ما ضروري كمان نزيدها، بدي يعني بأنه ننتبه على حالنا. دافع عن حياتك، ما تعرضيها للخطر لحين ما توصل لمطرح خلاص. ما بقى قادرة بقدرتك البشرية توقفي هالساعة عنك، معناتها هون دخلت إرادة الله بدها إياكي. هلأ ليه الله؟ هاي حكمة. قال له للإنسان أنت حر، بس احتفظ لإله الساعة يلي فيها بيقرر إنه نترك الحياة ونرجع لعنده. هيحتفظ فيها بحكمة منه. مشان هيك ممنوع نفوت عليها هاي اللحظة وأنا أقرر انتحر، أنا انهي حياتي أو انهي حياة الآخر. هون الله بده يحسبني. كل مرة نهيت حياة إنسان هون الله ممكن بالصلاة نغير يعني ما هو مكتوب. يما لا، ساعتها ساعة اللي بتصلي إذا إرادة الله يتغير رح يغير، وإذا إرادته ما يتغير رح يفسر لك ليه. لأن بالصلاة أنت انفتحتي على الله، إرادته رح تفوت وتفسر لك كل شيء، وساعتها رح تشيل من قلبك كل خوف. إذا بده إياك أنك ترحلي من الحياة رح يعطيك القوة ترحلي. ورح يعطيك رجاء عظيم. كانوا القديسين بس لأن كانوا بتواصل مع الله، لما كانوا يلقطون تيكبون بالوحوش بالكوليزي بروما كانوا يعرفوا تاني نهار ينزلوا عم بيرتلوا. يتأمل كأن رايح نازل على تنزيها يعني. ونازل ينطحن تحت الدنياب الوحوش هيدي، لأنه الرب عطى القدرة والقوة إنه أنا بدي إياك تعيش هالشهادة، وهي الشهادة عايزة لكنيستي تقتلوا الشر وقدر ادفع ثمن الخطية. هلأ ربنا حدد بالحياة لكل إنسان ساعة نرحل فيها في من هالدنيا. حدد للطفل، في ناس حدد لهم يعيشوا ساعة، في ناس حدد لهم يعيشوا سنة، وفي ناس حدد لهم يعيشوا 100 سنة. هاي مش قلة عدالة من الله. شو هاي بفسرها مار أغسطينوس؟ بيقول الله جنيناتي ماهر، بستاني ماهر، زرع جنيني فيها مختلف أنواع الفواكه. في فواكه بتستوي قبل فواكه. كل يوم هالجنيناتي بينزل على الجنيني وبيشوف الثمرة اللي لوحت استويت بيقطفها. لا، ممنوع تبقى بتهتري بتصير ضرر، والفجة ما بيقرب عليها لأن بعد ما استويت. مشان هيك كل إنسان مات هيدا بمخطط الله بحكمة الله، هاي ثمرة استويت مش لازم تبقى، إذا بقيت بتهتري بيقطفها الرب لإله. يعني؟
يعني بالنسبة لله هذا الشخص نضج، بلغ الصمية تبعه، القمة تبعيته. بشو نضج؟ نضج بمخطط الله. اه ما بنعرف. وصل لسمو دعوته اللي دعيه الله يحققها على الأرض. اجى عمل شغله يعني. اجى عمل رسالته وخلص، بلغ السمو تبعه، الرب بعت وراه، ما بقى يبلغ أكثر من هيك. بحكمة الله، الله بيعرف كل إنسان أي متى بيبلغ. في أطفال بيت لحم بلغوا بهالوقت القليل سمو الرسالة، وهني من أكبر القديسين اليوم بالكنيسة. يعني هالقد لازم نتعامل مع الموت برجع كبير، وبذات الوقت الموت انتبهي ما تروح تنبش عليه بخواطر بشرية. بزيدك باليأس، روحي نبش عليه بإرادة الله. عند الرب الوحيد. احنا بنقول شو العبرة انه يرحل هالشخص من حياتنا؟ اوقات نفتكره انه درس، اوقات تجربة لقلنا، مش ما في انسان مثل التاني مات. كل انسان عند الله عنده خطة لا بهالوقت راح. السؤال بنسأله فعلا، بنرجع على الخبرية، كذا مرة جربوا يقتلوا يسوع ما قدروا. بس وصل على جبل الصهيون قالوا أتت الساعة، مشان هيك قدرته. ليه بهالوقت أتت الساعة؟ لأن بلغت رسالة يسوع القمة طبعها، ما بقى تبلغ أكتر. اللي بده يقوله الرب قاله، والخلاص اللي بده يعمله عمله، ورسم الخريطة لعودة الإنسان للسماء، وقال له للرب على الصليب خذ روحي. بس نحن فينا نعمل مثله كمان، مثلا إذا عنا حدا مريض منصلي له أنه ما يموت هلأ، لأنه هالقد بعدنا محتاجين لأله. بس ضيف يعني عليك أبعد عني هذه الكأس يعني. إيه محقك تقوليها ولازم تقوليها بذات الوقت، ضيف عليها لكن يا رب لتكن مشيئتك. وإذا مشيئتك إنك تاخده، أرجوك أعطيني القوة اقبل هالساعة، وأعطيني افهم شو حكمتك انك اخذته وانا بعدني عايزته هالشخص. اوكي، عشان هيك الناس يعني بنقول كيف قدروا عاشوا من بعد هالحدا، كيف صبروا، الله كيف ما بتترك. ايه ريما، بدك تعرفي ربنا انت عم تعطي معه مع بي. ما تفكري اغار يعني انه هيك بيحرمك من شخص وبيتركك. الرب بيتدخل كل ثانية بحياتك بعطف بحنان ما إله مثيل، لكن للأسف الإنسان بس ينوجع من هاللحظة بيترك الله بزيد وجعه. يومة الرب عنده الشفاء وعنده الجواب ليه هالشخص. هذه بتذكر أنا قصة لمارت روبن بمرة من المرات. عنا بريك كمل في كف القصة. طبعا كاهن مرسل كان بإفريقيا بيرجع بزيارة، هو أصله فرنساوي، تيزور أهله بفرنسا. بهالزيارة وكان كان كتير نشط يعني برم تلت ربع إفريقيا يبشر بيسوع، بيعمل أكسيدون وبينشل وبيحطوه على الكرسي النقال، نقم على الله إنه ولو إنه أنا اللي بحبك وأنا اللي خدمتك وبرمت الأرض عجري تحت البشر الناس عنك، بتنهيني آخر شيء على كرسي مقعد. بيحمل حاله بيروح عند مارت روبن. مارت روبن مرة كانت عايشة 50 سنة ما تاكل إلا البرشاني وتشرب ماي، 50 سنة على الإرباني عايشة، كان عندها جروحات يسوع. فات لعندها، كانت هي راسية على تختها، قال لها فيك تسألي لي إياها الإله اللي بعدك بتحبيه، هيك بكافي إنسان ما ترك مطرح ما بشر فيه بينهيني على كرسي نقال. بتغمض عينيها مارت روبن وبتصلي 5 دقايق، وبس فتحت عينيها بتقله لك، بيقول لك يسوع النفوس اللي راح تردهم بوجع اجريك راح يكونوا اعظم بكتير من اللي رديتهم بلسانك وبمشي اجريك. ومن يستطيع ان يفهم فليفهم. اي والله. بدي ارجع بعد الفاصل بير مروان، يعني بالصوت يعني على القليلة تخبرنا عن هذه الصور اللي شفناها بسان تيريز يوم التنين، صورة يسوع. بعد هالفصل كل كلماتك عم توصلن وعم بيشعروا بالراحة وبالسلام، وهذا أهم شيء. حبايب قلبنا، أنا بفتخر إني لبناني وبفتخر إني عايش بهيك بلد يعني فيها هالموزايك الطائفي اللي موجود فيها، اللي بعتبره غنى، ولا مرة بعتبره أنا أنه كارثة علينا. لأنه بتعلم كتير من المسلم،
وبتشارك معه وبتعلم كيف كون كمان قدام شخص ما بيفكر مثلي، كيف كون شاهد بمحبة وبرحمة. وبتعرفي نهار بناخد مبدأ المحبة ما بنعود نطلع كتير بنظرة ضيقة للآخر وبعقلات شوي متعصبين، ما كان فيها التطرف كله، ما كان فيها المحبة. اليوم العيزني عيزني، يعني شو ما كان لونه دينه صحيح، ومفروض فيه يحب كل الناس، هذا الإله الحقيقي. نعم. بول كرم بيسألك على فيسبوك، كلنا نعرف انه يسوع هو ابن الله، نحن بنقول باسم الآب والابن والروح القدس، طيب الله مين؟ يسوع هو ابن يوسف ومريم، الله من يكون؟ الله هو الآب والابن والروح القدس، لكن الله بفترة من الفترات تجلى بالتاريخ، نزل أخذ جسد وعيش بيناتنا، مش معناتها انفصل عن ألوهته، بقي الله الموجود بالسماء والموجود على الأرض، مثل اللمبة اللي بيبقى نورة بقلبها وبتشع على برا، هذا الله شع نوره على الأرض وصار حاضر معنا على الأرض، وصل وصار منظور وملموس. وبذات الوقت عمل هالشي ربنا لحتى لي يخلي المحبة حقيقية تكون ملموسة، مش نظرية عم يحكيني إياها من السماء، هو قاعد بمجده وأنا قاعد بتعتيري هون. حب هاي المحبة. ليه عطى مريم المجدلية أن تكون أول شاهد على قيامته؟ إذا بتفوتي بتحللي الحب اللي كان موجود بقلبها يلي ما عادت تقدر تعيش لحظة، وصلت على وقت بس دفنوا يسوع ما بقى طايقة حياتها بدونه، تروح بالليل على القبر وحده، يوم مثل كان في قرار كل مين بيعلن اتباعه ليسوع بيقتلوه بيلحقوه ويعلموه، تخطت كل المخاطر البشرية اللي كانت موجودة والسياسية، وكان في حراس على القبر ما فارقة معه، وتروح على القبر بدها بس تحتيلي تتبارك من جسمينه. هيدي بتشوفي هالرغبة هالحب الجانح الطافح بطريقة ما حتى تجلت عند بقية الرسل، خلى يسوع ما يقدر بقى، ضعف كتير قدام الحب، ما بقى قادر يخبي حاله، وعطاها الانعام قدامك محبة يظهر لأول شخص. ليه رسله كلهم رجال؟ لا، في المريمات يعتبروا طبعا كانوا تابعين مع العذراء وقاعدين مع العذراء، نساء اورشليم، بس انه العشاء السري كان الكهنوت. لانه لا، مش انتقاص من حق المراه، الكهنوت انتبهي، الله العائله على الارض بتشبه عائله الله، العائله مألفة من بي ومن ام، اثنينتهم بيكملوا العائلة وبيعطوا النفسية المتزنة للولد. ما فيها الام تقول ليش انا مش رجال، وما في الرجال يقول ليش انا مش ام. الام بعطفة وحنينة بحاجة لإلى الولد، والبي برجوليته وقراره هو الحماية اللي بحاجة إله الولد، اثنينتهم بيكملوا بعضهم طيعتوا عائلة. الكهنوت إذا بدك مؤلف من يسوع ومريم، يسوع يرمز إلى الرجل ومريم ترمز إلى الحنان والعطف بالكنيسة. عطي دور الله بالكنيسة للمريمات من شخص العذراء، من هون إجت الحياة الرهبانية عند الرهبات، وعطي الدور للرجال بشخص يسوع من خلال الكهنوت. الكهنوت بده طبيعة رجالية، ليه؟ مثل البي بالبيت، الشغل مش الام بتروح بتشتغل، البي اللي بيشتغل، البي اللي بياخد القرارات، لانه بس اوقات بيتقاعس البي بتاخد الام الدور. عم نحكي عن الشوازون، لكن عم نحكي نحن عن المبدأ العام. هلا الشوازات في كتير شوازات، وهون الخطر ساعة البي بياخد دور الام بصير خانع وكذا، بتنعكس على الولد، مش هيك بيطلع شاز، لان ملاقى رجولية كافية بالبيت، ملاقى قرار، ملاقى كلمة حازمة، ايدول. مشان هيك الكهنوت بده رجولية، وبذات الوقت بالكنيسة بدنا قلب مثل العذراء يهتم بالفقير ويهتم بالمعوز ويحن على المقهور. امبارح يعني صليت صلاة المساء بدير مارلياس بجيتا، عند الرهبات ايه، كانوا الرهبات يعني كل الوقت عم بيصلوا ويقروا الرسائل وهيك، لما اجا وقت الانجيل طلع علينا ابونا قرى الانجيل، طلع قرى الانجيل. ايه، طب انه ممنوع هي تقرا الانجيل؟ لا، ما فيش ابونا، فيها تقريب بالصلاه.
الصلاة فيها تقوم فيها حيلا جماعة وتصلي كل شيء الإنجيل والرسائل والتراتيل، لكن بوجود كاهن لأنه هالكاهن هو الذي يعلن كلمة الله على المذبح بيعطيه دوره. بس مش معناتها خليني بيسوع هلا لأن عندي كتير أسئلة هون عن... إنه الراهبة راهبة بس الأبونا مش أبونا، يعني فينا نشوفه عم بأرجل بمطعم وفينا نشوفه عم بدخن سيجار بس الراهبة راهبة يعني ما منشوفها. إيه هذا مش عدل، بس مش معناتها إنه هيك لازم يعمل أبونا ولازم نعطي تحرير للرهبة. شفت الرهبة؟ أنا ضد أنه الأبونا هيك بالمجتمعات العامة يكون عنده شوي مظاهر من الترف، لأنه يمكن منا خطية منا خطية، لكن لأنه في نفوس ضعيفة ممكن تأذيها هالمشهد. إيه؟ مشان هيك بدي أحترم الضعيف. من هون بيقول مار بطرس مش غلط أني أكل اللحم المذبوح، لكن لأنه هالشي بشكك إخوة الضعاف بمتنع عنه. يعني بدنا ننتبه نحن الكهنة إنه في نفوس ضعيفة، مش غلط إني أشرب أرجيلي، مش غلط إني أشرب سيجارة، لكن إذا هالشي بيأذي رعيتي ونفوس يلي ممكن هالموضوع ما يقبله. أبونا شفت الرهبات بمرحلة من هنا وعم بيقروا الرسائل يعني بيطبوا هيك مثل المسلمين لا هذه انتبه بالليتورجيا في عوايد بنعملها بتعبر عن عبادتنا لله واحترامنا له. بسموها المطنية الحنوة للأرض، حتى موجودة عندنا نحن الرهبان بصلاة بنشيد الملائكي. وكنا قديما قبل ما نطلع نقرأ نحن للأرض للرئيس العام عليه خضوعنا بالطاعة لإله. هيدي عوايد يعني وبذات الوقت تعبير عن إمام موجود بداخلنا. وبرجع بقول منا جوهرية طريقة. عم بيسألوك يعني بدي بليز إجابات سريعة لأرجع لزمن الفصح والألم. طيب عم بتقول ست أنه بتضل تفكر بالموت وأنه معه كانسر. إيه لأن الكانسر عندها ديجا خوف ورعب من الموت. إجا الكانسر ما عندها هي. لا ما عندها هي بتضل تفكر أنه عندها عندها كانسر، لأنه ظاهر عيشت اختبار حدا أكل هالمرض ومات فيه، يمكن عمل له رعب لأنه فكرة الموت بحياتها منا واضحة وعندها عمل له خوف، مشان هيك بدها تقعد مع كاهن يفسر له اللاهوت تبع الموت ويفسر له سر الحياة. يوم اللي بتوضح صورة الموت إنه منه نهاية ومش إنه كأنه دعان وراح، هالكلمة اللي ما منا مسيحي، ما هو لأنه منا مسيحي بس هي لأنه الإنسان يعني تعبير اجتماعي هي، بس ما بيعبر أبدا عن إنسان مؤمن بالله. شو راح؟ لا ما راح، بعده هون غيب عن نظري بس بعده بالوجود ولبل صار أقوى للحقيقة مما كان بجسد هون. في دباء كبير هون إنه هيدي الروح وين بتروح ولي 40 يوم وهل بتضل حدنا، هل عن جد لما يموت شخص بعد 20-30 سنة كل ما صلينا له منحسه حدنا، يما لا روح راح على مطرح تاني هو ما بقى لازم لا بيضلوا الشخص القريب مني بيضلوا قريب مني وأكتر وبيضل حدي، وخاصة إذا بصلي له بيضلوا معيننا إلي وحملني بصلاته ليل ونار، لأن هالمحبة اللي كان يحبني إياها بس كان طيب مش بالموت بتوقف، الحب بكفي وبصير أقوى لأن صار حب عايش مع يسوع. مشان هيك الموتى لازم مش أنه بيروح بيعمل حياته فوق هو. لا أنه عنده غير إشي، ما عنده شيء، عنده أنه يكفي محبته لهالأشخاص اللي حبوه على الأرض ويكفيهم يطلب لهم من ربنا اللي ما كان قادر يحصل عليه على الأرض. مشان هيك لازم نبقى بتواصل مع موتينا ونبقى نصلي لهم ونطلب منهم إعانات ونطلب منهم ساعدتهم. ما نفك مشان هيك عم قول ما نقول راح، لا ما راح. صار في علاقة إيمانية مفروض ابنها، كانت بالأول علاقة زمنية اقدر روح لعنده وأقصده عما كان موجود فيه، هلأ صار بدي كفي هالشراكة بالروح أنا وياه وبالصلاة وبالإيمان. ورح شوف فعلاً ساعة اللي بصلي للموتى اختبارات تزهل لي عقلي قدي ميتي قريب مني. شو بيصلوا له؟
بدك ايه؟ شو عايزه منه؟ كيف كنت تطلبي منه بس كان على الارض؟ آه. كفي اطلبي منه من بعد ما ويته. وبزيد الوقت ساعديه بصلاتك، يمكن يكون بحاجه صلاتك. يكون معذب بالمطهر، يكون بحاجه لتكفير. ما هذا اللي عم بقوله انا، بركي انه هو مشغول بحاله هلا كيف يكفر، يعني هل رح يتدخل بحياتي بتفاصيله بيومياتها واكثر؟ ما بيتصور عقلك. اوف أبونا، قلت شغلة عن يوسف عفوا، أنه كان الأحلام يعني أحلامه كانت حقيقة يعني، وقلت كمان بمطرح عن الإحساس والاختبار لما بتصلي وهيك، كمان مارشال بيل كان يشوف إشياء تصير يعني، يشوفها قبل ما تصير. نعم. كل إنسان إذا صلى كتير، إذا صام كتير، إذا تخلى عن كل إشياء دنيوية، بيقدر يوصل لهالمرحلة. إيه بس ما بدنا غز عندي شعور التبصير يعني. إيه. الإنسان عنده رغبة إنه يكشف الغيب ويعرف إيه. المستقبل. لا، في ناس عندهم إياها هيك، بيحلموا بيقوموا بيشوفوا إيه. شيء. هاي العطية الله بيعطيها لمين؟ لأشخاص الروح القدس عنده روح النبوءة. بس النبوءة بمكانها الصحيح، مش النبوءة اللي بتجي تتغذي حشرية الإنسان وتكشف له الغيب. النبوءة هي الله بيعطيك شيء، علم مسبق عن شيء بده يصير، يهدف إلى خلاص الإنسان أو خلاص البشرية. مثل ما صار وقت العذراء عطيت بالسر الثالث سنة 1917 بفاطمة بظهورة، عطيتهم للولاد، فرجتهم برؤيا كيف البابا بده يغتال، بده يتقوص، وكيف الشيوعية بدها تسقط من وراء ألام البابا من وراء هالاغتيال. هاي فرجتهم بصورة مسبقة، لكن من أي سنة؟ يلي صار سنة 81 بس تقوص البابا. بيهدف، كان بوقت الشيوعية عم بيحضروا لحرب نووية. وبتفرجيهم كمان بهالرؤية كيف ملاك لاقط سيف عم بيكب نار من ايده وعم بيصرخ بسكان الارض توبوا، كانت هالنار ايدين العذراء تمتصها ما تخلي الارض تحتري. قلت لهم بوقت اطلبوا من البابا يكرس روسيا لقلبي والعالم، انا كفيلي سقط هالمخطط وما خلي شيوعية تكفي بهالالحاد يلي عم تبسه بالارض ويوقف خطتها للحرب النووية. اجا جون بول دو، اجوا الباباوات اللي قبل ما عملوا برغبة العذراء، بس اذا اجا جون بول دو وكان كتير حبيب للعذراء ومقرب منها، بس قري السر، قال للعذراء انا بدي كرس لك روسيا. قبل التكريس لما نعينوا بستة حزيران سنة 81 ب13 ايار بيتقوص البابا. هاي رؤية عطانا، عطيتنا اياها السماء مش تكشف لنا غيب، لانه حست البابا من خلال هالألام يعرف هو المقصود بالرؤية ويكفي صلاته وتكريسه، سقطت الشيوعية وما خلت حرب نووية إنها تصير. نعم، بس هالقد عطانا قوة يعني، فينا فينا باسم تطردنا الشياطين، نحن فينا نطردهم كناس علمانيين يما لا. ريما الشيطان يا ريت بتعرفي، عفوا على التعبير اللي عم قوله، كلب. الشيطان كان يقول عنه مار أنطونيوس هو كلب، الكلب بيعوي، رفع العصب وجهه شوفي كيف بيهرب. الشيطان بيعوي وبيهددنا، بس لأن ما منعرف نحن أولاد مين. أنت ابنت الله، يسوع عطاك اسمه يهشوع، لو بتعرفي عطاك جسد وتروح تتناوليه، عطاك الصلاة تصليها، لو بتعرفي تستعمل سلاحك وتشوفي الشيطان كيف بيهرب من الإنسان المؤمن، ساعتها ما يعوش يخوفني ويهددني ويعوي بوجهي ويعمل لي إغراءات بالخطية. ربي معي وبيعرف كيف يعطيني قوة ينتصر عليه. منعطيه أوقات عظمي للشرير ومنخاف منه وما بدي اسمع لأنه أنا بجهل هويتي. ما بعود بعرف يعني أني أنا الكنيسة من قسمة بهذا الموضوع، كمان موضوع طويل ما قلوا عليه قبل. لا لا لا، ما أنا من قسمة الأسيسي. لا أنا الناس بيقولوا أنه ما كنا إحنا وصغار كانوا يقولوا ما في شيطان، هذا رأيه حبك. بس الكنيسة أعلنت تعليمها وبتقول الشيطان حقيقة وموجود وبحارب الإنسان، أو ناس رايحين باتجاه أنه يخوفونا منه يرعبونا يعني. برافو، لا هاي ولا هاي، لا الناس اللي بيقولوا مش موجود هاودي ظهروا برات تعليم الكنيسة، ولا الناس اللي بيعطوا الشيطان عظم كتير هاو كمان
نسيوا رحمة الله وعظمة الله وقوته. يعني الإنسان بده يكون بالوسط. يقولوا في ناس عم تشفى مثلا من أمراض وهيك، وقلت أنت عنده قدرة الشيطان يشفي، كيف نقدر نعرف أنه هيدي مش بدها؟ أهم شيء بالإنسان يلتجي للكنيسة. الكنيسة بتميز معه كل العلامات يلي عم بعيشها. إيه الكنيسة فيها الروح القدس، والروح القدس عطاء ربنا للإنسان، عنده النور يقدر يكشف ويميز أيهما من الله وأيهما من الشرير. بميز بالأرواح الروح القدس. نعم. في كتير أولاد؟ كل الناس بتحيرة من الشيطان، كل البشرية. بس لا مسكونين. مسكونين لا كتير، حالات نادرة. مسكونين. لكن محاربين من الشرير كل البشرية. قلت لما منصلي كتير منتحارب أكتر. ويحاربني. أنا بمصد بس يحاربني أكتر، معناته عملي عظيم. ولو مش شايف بعملي في خطر ما عم بيحاربه. طيب إذا بمحيطنا في حدا هلقد شرير، كمان طلبي من الرب. كانت سانتريتا جوزة كان وحش، يعني حولته لحمل. كانت تقله ليسوع حطيت هالديب على دربي، شو بدك؟ بدك حولك إيه لنعجي؟ تقله تكرم عينك. صلت كتير وحولته. صحيح. ما منعرف الأشخاص اللي منلتقى فيهم بحياتنا ومننأذى منهم، شو حكمة الله؟ شو حكمة؟ تسألي وبتشوفي إلك دور معهم هالأشخاص. نعم. ليه مر شربل هل أدام يعمل شفاءات؟ سألنا بروما لما رحنا على مجمع القديسين واجتمعنا مع بابالاردو المسؤول أبونا المونسينيور، قلنا له مين أكتر قديس اليوم معروف بالفاتيكان بعجائبه؟ قالنا ما بتصدقوا، مش لأنكم لبنانية عم لكم، هو شربل مخلوف. أكتر قديس بالكنيسة اليوم عجائبه ما عم بيلحقوا يدونوها بالفاتيكان قد منها كتيري. ليه؟ بدك تسأل يسوع. شي بخص ربنا ومر شربل. هل قد هالإنسان تخلى وحبه لالله، وهل قد الرب فجر عقيده نعم كبيري رد له إياهن. إيه. وبالفعل مر شربل يعني جعل من لبنان مفخرة للعالم. صار العالم اليوم بيعرفوا لبنان من وراء مر شربل. ليكي حضارة القديسين كيف غيرت وجه لبنان. صحيح. للأسف الإعلام عم يفرض على لبنان وجه الإرهاب والمنظمات الإرهابية، اللي عم يجوا القديسين يكسروا هالصورة ويخلوا يشوفوا لبنان حضارة القداسة والمحبة. ليه ما في قديسين كاثوليك بيعملوا هيك أساسا؟ ما عم بفهم. ما تفوتيني بلعبة الطوائف. لكن القداسة ليه موارنة كلهم يعني؟ القداسة منا مربوطة بالطائفة. القديس لما بصير قديس ما بقى يخص الطائفة، صار يخص البشرية بكل أديانا. طيب ليه ما بنسمع ابنها؟ أنه طوبوا قديس ان شاء الله يكون فيه كاتولي. ويطوبوا ايه ما في مشكلة. هلا ان شاء الله ابونا بشارة. لا 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 لا، مش انا القديس، مش انا طلعته، القديس ربنا بعته. وربنا اراد انه تبين حياته البطولية بالحب. هلا ان شاء الله على الطريق ابونا بشارة ابو مراد. ايه ان شاء الله. شو بيكون؟ كاثوليك. واخيرا ابونا، انت كمان مؤمن مثلي، قلت لي ببدايه الحديث انه بالطقس الشرقي انه هو حقيقي. خليني احكي عن سبت النور اللي هو لليوم ما قدروا اليهود يطحدوا هالشيء، انه بيطلع نور من قبر. يعني لك هي علامه، بس انا بالنسبه لإلي ما لا بتزيدني بالإيمان ولا بتقلل إيماني. أنا أؤمن من جوا يسوع قام. هلا أعطاني علامة إنه طلع نور من قبره، هي علامة فيها تعزية بشرية. بس الإنسان اللي بفوت بسر القيامة ما بتعود. الناس شكاكة يعني. بعرف، لأنه الناس بعدها ببداياتها، بعدها بحاجة. ما أنا بترافق مع كتير جروبات على ميديغوريا، أول ما يوصل لهونيك بيقضوا يومين عم يتطلعوا بالغيمة تيشوفوا شكل من أشكالها، عم بينبشوا على العذراء كيف بدها تطلع بالغيمة، كيف بدها تطلع بالشمس. صحيح. وكيف بدي شوفها على التلي. يوم التل بيقول ربنا ملكوت الله في داخلكم، بدك الله فوت لجوا ونبش عليه رح تلاقيه قاعد جوا. في ناس بيرجعوا محبطين انه ما شافوها. ايه؟ على كل حال سألينك، السنة رايح على ميديغوريا بأول أيار وبآخر أيار. بواحد أيار 29 أيار. اوكي. نعم. واحد أيار وتسعة وعشرين أيار، واحدة منهم رح يكون معك. يا أحد يلا. أبونا أول شي خليهم يجوا كلهم لنصلي، لأنه بدي هذا الإنجيل قدامك من قلبي.
تقرأ لنا يعني سلمك كل الهواء. ورح نطلع لايف على فيسبوك كمان لحتى كل اللي برات لبنان تشملهم الصلاة. يعني الله يبارك كريمة على الحلقة يلي من خلال الإذاعة بتوصل إلى كتير كتير من الناس. الحمد لله. غير إذاعة التليلوميار أو إذاعة المحبة يلي عنده المستمعين، إنما هاي الإذاعة علمانية عندها فئة أخرى من الناس. واليوم أتحت لكلمة الله بهالمناسبة إنها تقطع. ربنا يكفيكي. الحمد لله. ويكفي كل اللي بيشتغلوا بالإذاعة. يلا تعوا وينكن لنعمل قديسنا الصغير. إجو؟ بهالوقت أبونا في صلوات خاصة لازم نعملها في بأسبوع الألام. وبدي أسألك كمان على السبت اللي أنا كتير بحبه، الصلاة 11:30 بسان تريز تعملها عن الغفران. أجمل شيء نعيش معنى الفصح. ربنا شو معناتها العملية كلها اللي عملها؟ لا يتجسد ولا يتألم. غايته وحدة، يعني هالبي اللي نزل ابنه محبوس دفع كل الديون اللي عليه وقال له طلع من الحبس يا ابني ورجع حر وتنرجع انا وياك على هالبيت. فرحة البي بينسى كل اللي عملهم وتعبه وألامه وقت اللي بيشوف ابنه انه رجع حر ورجع على البيت لعنده. مشان هيك فرحة الله بهالاسبوع مع كل هالألام اللي عناها تيخلصنا، نقول له يا رب حريتي بوعدك من اليوم وطالع، ما بقى تعيكسك وما بقى توقف بوجهك وما بقى تتخلى عنك. وأنا ساعدني بكلماتك يلي حطيتها بالكتاب المقدس إني خط طريق نحو العودة لملكوتك، لأنه الحقيقة بليك اختبرتها قداشي مزلي. هاي أجمل ما بعمله بالأسبوع وبكل حياتي، مش بس هالأسبوع انطلاقة. وساعتها رح تشوفي نعم الله كيف بتشتي على هالإنسان. والجمعة بدنا نبلش صلاة الرحمة الإلهية. إن الله رد مثل ما وصى يسوع لسير فوستين. نعم. مين بده يطلع علي؟ هاي. يلا. وفي عنا بالآخر مثل العادة ميتنا وشمعيتنا. إيه من قلبي. وينني كلهم هون؟ أوكي. بدي أقرأ مقطع صغير من الإنجيل طبعا، وفسر لنا إياه كمان معك فلما ربع ساعة. إنجيل يوحنا فصل 11. فلما وصل يسوع وجد أن إليعازر في القبر من 4 أيام، وبيت عنيا تبعد عن أورشليم نحو ميلين، وكان كثير من اليهود جاءوا إلى مرتا ومريم يعزونهما عن أخيهما. فلما سمعت مرتا بمجيء يسوع خرجت لاستقباله، وبقيت مريم في البيت. فقالت مرتا ليسوع: لو كنت هنا يا سيد لما مات أخي، لكني ما زلت أعرف أن الله يعطيك كل ما تطلب منه. فقال لها يسوع: سيقوم أخوك. فأجابت: أعرف أنه سيقوم في القيامة في اليوم الآخر. فقال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي يحيا وإن مات، وكل من يحيا مؤمنا بي لا يموت أبدا. أتؤمنين بهذا؟ أجابت: نعم يا سيد، أنا أؤمن كل الإيمان بأنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. هاي رسالة يسوع جاي يقضي على أرعب ما بخوفنا بالحياة، سر الموت. وجاي بطيبته بمحبته يمسح كل دمعة نزلت منا سببها بعدنا عنه. نحن مش قادرين نرجع، هو قرب. هذا الإله الحقيقي وهذا البي اللي بحب ولاده. ما حط اعتبارات انه انت تركتني دبر راسك. ربنا مستعد يتحمل كل الأعباء، القراراتي أخدتها وحريتي نقتها عقلبه مثل العسل، وهيك اللي عمله على الصليب. بس اني ارجع حط حريتي بتصرفه، تقنع معه ان نرجع لعنده. لان بيعتبر الله ملكوته فاضي بلا الانسان. مع انه الله كامل، بس هالقد بحبنا وبحب انه نشترك بالفرح اللي هو بيتنعم فيه بالسماء. ابونا سبت النور هو اكتر يوم تغفر فيه الخطايا بهالاسبوع كله، هي اكتر يوم. هو اليوم اليوم خميس الاسرار. شو بنعمل سر اليوم؟ يوم اللي بيعترف وبيقدس غفران كامل.
بقى دعوة لكل المؤمنين. وما قال علي قال بسبع كنيس ولا بعشر كنيس. بلا وسبع كنيس إلهم رمزية طبعا. إلهم القصة التاريخية يلي بير مارتن عيد بوجه له تحية عمل مش تقليدة يعني. هو هو كان بالأول الحج اللي كانوا يروحوا فيه المسيحية على أورشليم قصموا فيه مراحل حكم يسوع بالموت لسبع مراحل وكانوا يحجوا على هالأماكن. بعدين طلبوا من البابا أنه طيب الناس اللي ما بيقدروا يروحوا على أورشليم عين على سبعة ليل روما يلي مبنية عليها أكبر كاتدرائيات ويلي مدفون فيها المسيحية اللي كانوا ينكبوا للوحوش. عين سبعة ليل انه ما بيقدر يروح اورشليم يزور هالسبعة ليل. بعدين طلبوا انه طيب كمان ما بيقدر يروح روما وزعها بكل العالم اللي بحب سبع كنايس بيزور. شو هالرقم سبعة بالحياة؟ بيرمز الكمال لمحدود. الستة رقم الناقص مشان هيك ورقم ابليس. الجمعة العظيمة شو لازم نعمل؟ كمان نشارك بهالحب ليسوع ضد كل اللي بحاربوا الله وضد كل اللي بيرفضوا الوهيته بشخص يسوع. نقول له يا رب نحن مع اللي هالقد خانوك وهالقد نحن بنقول لك هالقد بنحبك ومعك. هيك هيدي الصلاة هالجمعة ببساطة يعني ببساطة بدون عقل. نقول له يا رب انه انا ما بوافق باللي صلبك، انا بقول لك اني بحبك وانا بزعل على اللي عملوه فيك وانا بقول لك انه بهالدم اللي سفكته ارجوك خلصني. هل الصلوات تكون يعني توصل اكتر لما العيدين بيكونوا مع بعضهم؟ لما هالقد العائلة بس تصلي السما بتفتح. وهلأ العيدين سوا العيدين هاو بعتبرهم أنا علامات عم يبعثنا إياهم الله أنه اتحدوا تحركوا بقى. عيب عائلة وحدة أسستكم تصيروا 20 عائلة. أرجوكم هذا جرح بقلبي، هيدي حربة عم ترجعوا تغزوها فيي، أرجوكم رجعوا وحدوا لي كنيستي. هاي الكنيسة ما خصنا نحن فيها، هاي كنيسة يسوع هو المفضل عليها. عيب كرمال أراءنا وتطلعاتنا البشرية نخلي كنيسة يسوع هيك من قسمه. عيب إيماننا واحد وإلهنا واحد، عشو عم نتقبر وعشو عم نعمل هالضيقة الطائفية هذه وعم نقتل بعضنا كرمالها. والصوم بينقل الجسد والروح يعني بس بيعلمها انه يعني كمان الدايت بيعلم الجسد انه يحرم نفسه. بس هي خلينا نرجع للي حكيني لما تركنا الله طلعت هالنزوات سيطرت محل الله علينا. ليش بنصوم نحن؟ عم نشلها لهالنزوات. شيلي ايدك بقى عن ذهني عن حبي. مسيطره سيطر على الحب الزنا، سيطر على الذهن حب المال، حب السلطة، الكفر، الأذى، السرقة، الكذب، ما هو من هم بعون. سيطر على الإرادة، العادات السيئة، الإدمان، الشرب، المخدرات. مشان هيك بالصوم أنا أمتنع عن هالشهوات يلي اسمها بس شهوات. بس نحن قلنا الكنيسة امتنع عن اللحمة والدجاج ومدري شو الكنيسة. أنا بقلك شو هو الصوم. الصوم هو أن تميتي ذاتك عن شي بتحبيه وشو بدك أنت حطي. ما انا مش اني بيجي بصنف لك الاكل هاي كليها هاي ما تاكلي. هيدا طريقة بس مش بالضرورة انه هاي الطريقة اذا بتسلكيها واذا ما سلكتيها انت خاطي. صوم كادو هدية بتعطيه لشخص بتحبيه. يعني فيني انا صوم عن شي كتير بحبه الهدية ما عليها شرط. ساعة الهدية بتحط عليها شرط بطلت هدية. شو بتحب تقدميله لربنا قدميله من قلبك قدميله. منا محصورة بأكل ولمدة 50 يوم لمدة 50 نهار. وانتبهي الصوم مش بس بفترة الصوم، كل برة بتحسي حياتك فيها خطر قيمتها يعني فيها تجربة عم تعاني فيها، فيها مصيبة بالبيت، ادمجي مع صلاتك الصوم لو ما كان فترة صوم. شوف الصوم شو فعال وديش بركته ونعمه كبيرة. بدنا تصلي لنا مثل العادة. يلا عنا شموع عنا زيت عنا مي. هيدولي رح يرفقونا ان الله راد كل ايام السنة كلنا. مرسي ومرسي على ايمانكم. اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اقسم عليك ايها الملح المخلوق بالاله الحي بالاله القدوس بالاله الحقيقي بالاله الذي امر ان توضع في المياه بواسطة اليشاع النبي لتعلي عنصر الماء وتصير ملحا مباركا لخلاص المؤمنين وتكون لشفاء نفس وجسد كل من يتخذ منك،
فيبتعد وينتزح عن المكان الذي ترش فيه كل خيال وحيلة شيطانية، ويطرد كل روح شرير بقوة الآب والابن والروح القدس. فليكن مباركا مقدسا مطهرا هذا الماء العنصري، مؤيدا من الله بسلطان الكهنوت الإلهي، فأيمن أخذ منه بأمانا كان بشرب أو رش أو غسل للاستشفاء من أمراضه النفسية والجسدية. فليكن هذا الماء لطرد أرواح السوء والخيلات النجسة، وما يصدر من الشيطان من سحر، رقي، عرافة، أحلام مخيفة، رؤى، خيالات، أفكار شريرة، لنفي الحياة السامة، كل الزحفات المسمة وغير المسمة، لزيادة الخير والبركات السماوية في مساكن متخذي هذا الماء في بيوتهم أو ممتلكاتهم، باسم الآب والابن والروح القدس. بارك يا رب بقوة روحك هذه الشموع التي خلقتها لاستنارة البشر، بارك من يستعملها بحسب ما أمرت ورتبت أن تكون نارها واسطة لحرق الأبالسة وكل صنائعهم في جهنم. طهر البيوت التي يضاء فيها من هذا الشمع، أرح نفوس موتاهم، اغفر خطاياهم، اشفي مرضاهم بقوة هذه النار التي أباركها باسم الآب والابن والروح القدس. يا أبانا الذي في السماء، يا رب وسيد العالم، باسمك، باسم مسيحك، أنا أبارك هذا الزيت الذي خلقته من العود اليابس. أنت يا سيدي أمرت تلاميذك أن يمسحوا بالزيت كل وجع ومرض، فبموجب التسليم الذي قبلته منهم أنا أبارك هذا الزيت ليكن زيتا شافيا من كل حمى وبردية وسقم ورجفان. فباركه يسوع واجعله زيتا شافيا لمن يأكل أو يمسح به، باسم الآب والابن والروح القدس، أمين. صليبك يا رب يكن حارس لأولادك الحاضرين والذين يسمعوننا من كل شر، وشافيا بألامك يا رب من كل الجروحات التي لدغتنا بها الخطيئة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد، أمين. يا أبا الرحمة والرأفة، أباركك، أسبحك، أحمدك، لأنك بحبك لنا قربت لنا يسوع، لأن روحك يشهد أن يسوع هو النور والحق والراعي الصالح الذي جاء لنحيا وتفيض فينا الحياة. يا أبي أريد أن أقدم لك اليوم أولادك، إنك تعرفهم بأسمائهم، أقدمهم لك لتغمرهم بنظرتك الأبوية. أنت عارف بجروحات ماضيهم، مطلع إلى ما سعوا إليه وما غفلوا عنه، تعرف ما قاموا به وما ألحق بهم من ضرر، اختبرت حدود إمكاناتهم وأخطائهم، أنت عالم بصدماتهم وعقدهم. اليوم يا أبانا نريد أن نقدم لك بالإيمان أولادك، لأنك تتخطى الزمان والمكان، أنت شافي منكسري القلوب مضمد الجراح، اشفي هؤلاء الإخوة يا أبانا، ادخل إلى قلبهم كما دخلت إلى تلاميذك الخائفين في العلية. أنت الذي ظهرت في وسطهم وقلت سلامي عليكم، ادخل إلى هذه القلوب، أعطها أمانك وسلامك، اغمرهم بالحب، فإننا نعرف أن حبك يطرد الخوف. أقم في حياة إخوتنا واشف أعماقهم، نحن واثقون يا رب أنك دوما تستجيب، فكيف لو سألناك بشفاعة مريم أمنا، هي التي استجبت لأمانيها في عرس قانا وحولت الماء خمرا. حول قلب إخوتنا، أعطهم قلبا جديدا رحوما عطوفا، أظهر يا يسوع في هؤلاء الإخوة ثمار حضورك من محبة وأمان وفرح، فيفرحوا بسلوك الدرب الذي يقودهم إلى سعادة مشاهدتك الأبدية، ويطلبوا الله كل يوم ويتزوقوه ويحيوا معافين من العقد والصدمات مع أولادهم، مع أزواجهم، مع أهلهم وأقاربهم، في مجتمعهم، في أعمالهم. نحمدك يا رب لما تصنعه في حياتهم، نحمدك من كل قلبنا، أنت الذي تشفينا، أنت الذي تحطم القيود وتعيد لنا الحرية، يا من أنت إله مبارك إلى الأبد، أمين. مرسي.